وفلان حتى أنا وفان قال حتى أنا حماد أنا طعم السائب أن زادان أن علي بن أبي طالب شرب قائما فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه فقال ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. ما درجته؟ صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ جواز الشرب قائما. طيب كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا وبين شربه صلى الله عليه وسلم واقفا؟ الأول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في بعض. نهى رسول الله عن الشرب قائما؟ نعم. تأكد. في عمر بن حمزة. جيد. عمر بن حمزة هذا طريق مسلم لما قال فليستقي. طرق الأخرى خالية من عمر بن حمزة. أحسن شيء نحمل طبعا الحديث لا إشكال في صحته ولا نزاع. فنحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز كما قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القربي كالنهي يشرب من فم القربي فعلى الأفضل الإنسان يشرب جالسا لكن لو شرب واقفا جاز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.